خليني هون سريعا امرق على بهيدا الاطار على موضوع العرض العسكري بالقصير كمان، لان كثير انحكى عن هذا الموضوع والبعض شاف فيه رساله الى العهد والى الرئيس ميشيل عون، ومساله خطاب القسم كمان البعض شاف فيه كمان انه مثل كانه نوع من اطلاق نار على خطاب القسم. وكثير سمعنا وسمعت حضرتك انه طبعا حزب الله ما صرح بهذا الشيء، ولكن بعض المحللين يعني شافوا انه حزب الله لم يكن راضيا بشكل كامل عما ورد في خطاب القسم، انه الرد جاء وحزب الله عبر القصير. وحزب الله لم يكن راضيا عن ما خرج من مشاهد من القصير، ولم يتعمد اخراج هذه الصوره. لم يكن راضيا؟ لا لا. كيف ليش؟ من هو اللي يعني كيف؟ لا لا مش مقصود. كيف مين يعني اللي كان انا مسؤول، انا مسؤول عن كلامي، مسؤول عن كلامي وراجع قياده حزب الله. حزب الله لم يقصد إيصال رسائل ولم يقصد أن يظهر هذا العرض. وصل العرض في ناس مثل ما كنا عم نحكي من شوي بتنعرهم السلة تحباطهم، بحسوا حالهم معنيين بيمغصوا. الرئيس عون أنا ما شفته مغص، بس ما فهمت كيف ما كان بده أنه المشاهد تطلع وطلعت، مش يعني مقصود. ما كيف ما كان لم يكن راضيا عن العرض. لكن احنا بوقت ما بقى فيك تخبي شيء انه هيدا حزب الله قديش صعب، قديش صعب اليوم اللي عم يسمعنا يعني يقتنعوا حجاوبك بيطلع هذا العرض على الاعلام وحزب الله مش راضي. هذا يعني العرض صار بالقصير بلده سوريه فيها عشرات الاف السوريين. هذا العرض ما صار تحت الارض وما صار بخيمه مسكره وما صار بباحه مغلقه، هذا العرض صار بمكان مكشوف ببلده مكشوفه. وانا تقديري الشخصي ومعلوماتي من قياده حزب الله ان حزب الله على الاكيد ما كان عم بوجه رساله للعهد على الاكيد. بس عرض لمين؟ ما هو اسمه عرض، لمن يعني كان هذا العرض هذا موجه؟ هذا عرض جزء من عمليه التعبئه للقوات حزب الله التي تقاتل في الارض السوريه، وهذا العرض عمره اكثر من 14 يوم وقت العرض، يعني العرض كان عمره 14 يوم لورا، وحزب الله والجنرال ميشيل عون ما قطعوا علاقتهم مع بعض ابدا، التقوا قبل العهد، بعد العهد صار في اكثر من اتصال بين سماحه السيد والرئيس عون. من يومين سمعنا بالاخر اتصال الوزير جبران باسيل زار الضاحي وشاف سماحه السيد، والحاج وفيق صفا علنا امام كل الصحفيين دخل اكثر من مره وزاره الخارجيه وشاف الوزير جبران باسيل. العلاقه بين حزب الله والتيار الوطني الحر علاقه زي السمن على العسل، لكن نعم هناك اشكال بين حلفاء حزب الله وبين حلفاء. بس هذا ما بيفسد العلاقه بين الحزب لانه هو بالاساس مشخصها انه هي علاقه مع شخص مستقل، ما لها علاقه تبعيه.